بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في باب جديد، هذا الباب هو باب الديات. قال الناظم رحمه الله تعالى: في كل حر مسلم إذا قتل بغير حق 100 من الإبل. مر معنا في الدرس الماضي أن القتل ينقسم إلى 3 أقسام، إلى قتل عمد وقتل خطأ وقتل عمد خطأ أو شبه عمد، وأن القصاص إنما يترتب على نوع من أنواع القتل وهو القتل العمد، وأما بقية الأنواع فإنه يترتب فيها الديات، والديات لا تترتب فقط على القتل بل تترتب على الجناية على النفس الذي هو القتل، والجناية على العضو أيضا كقطع اليد أو قطع القدم أو كسر السن، وتترتب أيضا على الجناية على المعاني وهي منافع الأعضاء، كالجناية على البصر، على السمع، على الكلام، على العقل، هذه أمور معنوية، ومع ذلك الجناية عليها أيضا تترتب فيها الدية، ولذلك تعلق الدية قد يكون بالجناية على النفس، وقد يكون بالجناية على العضو، وقد يكون بالجناية على معنى من المعاني، واضح؟ معنى من المعاني. والدية تختلف إذا كان المجني عليه مسلما أو كان غير مسلم، وتختلف إذا كان ذكرا أو لم يكن ذكرا، واضح؟ يعني أنثى. وكذلك دية الحر غير القيمة التي تجب في الجناية على العبد. إذن هذه الاعتبارات، الحرية والرق والإسلام وغير الإسلام، وكذلك بارك الله فيكم الذكور والأنوثة، هذه كلها سنأتي إليها، واضح؟ كلها سنأتي إليها، فهذا درس مهم أرجو أن تنتبهوا له جيدا. فنقول باختصار: أولا، دية المسلم الحر الذكر 100 من الإبل. دية المسلم الحر الذكر 100 من الإبل. المسلم خرج الكافر، ستأتي ديته. الحر خرج العبد، فالواجب في العبد القيمة. الذكر خرج الأنثى، فدية الأنثى نصف دية الذكر. إذن دية المسلم 1، الحر 2، الذكر 3، 100 من الإبل. كيف هذه 100 من الإبل؟ هذه بعد ذلك 100 من الإبل تختلف باختلاف نوع القتل. إذا كان القتل عمدا فإنها تكون مثلثة، 30 حقة، 30 جلعة، 40 خليفة. وإذا كان القتل شبه عمد فكذلك، لكن إذا كان القتل خطأ فإنها تكون مخمسة، واضح؟ إذن في الأصل العدد هو، سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، العدد 100 فقط، بعد ذلك التوزيع يختلف. إذا كان القتل عمدا أو شبه عمد فإنها تكون مثلثة، وإذا كان القتل خطأ فإنها تكون مخمسة. إذن الاختلاف باختلاف التوزيع فقط، يتوهل هذا بالنسبة لدية المسلم الحر الذكر. لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى هنا: في كل حر مسلم إذا قتل بغير حق، إذا قتل بغير حق، أخرج ماله قتل بحق، أخرج ماله قتل
بحق كأن رجم الزاني المحصن مثلا، هذا قتل بحق فلا دية له لأن هذا مهدر. فقال هنا في كل حر مسلم إذا قتل بغير حق 100 من الإبل وثلثت بالعمد باتفاق. إذا كان القتل عمدا، إذا كان القتل عمدا فإنها تكون مثلثة. ما معنى مثلثة؟ أي تقسم إلى ثلاث مجموعات، 30 حقة أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، هذا معنى الحقة. 30 جدعة أتمت 4 سنين، واضح؟ وبعد ذلك 40 إيش؟ خليفة، أي في بطونها أولادها. جيد. قال وثلثت بالعمد باتفاق منها 30 من الحقاق. حقاق جمع حقة، وعرفنا ما هي الحقة. ما هي؟ قلنا الناقة التي استكملت 3 سنين وطعنت في الرابعة. ومن جداع مثلها، جداع جداع جمع جداع، أتمت 4 سنين دخلت في الخامسة، واضح؟ ومن جداع مثلها 30 من الحقاء 30 من الجداع. والفاضل أي والباقي قل 40 كلها حوامل، 40 كلها حوامل تسمى خليفة. خليفة، وكيف تعرف أنها حامل؟ تعرف أنها حامل بشهادة عدلين من أهل الخبرة، بشهادة عدلين من أهل الخبرة يشهدون بأن هذه الناقة حامل، واضح؟ فقال هنا في كل حر مسلم إذا قتل بغير حق 100 من الإبل وثلثت بالعمد باتفاق منها 30 من الحقاق ومن جذاع مثلها والفاضل قل 40 كلها حوامل. وهكذا التثليث في عمد الخطأ، أي إذا كان القتل شبه عمد، عمد خطأ، كذلك تكون مثلثة لكنها تكون على العاقلة وتكون مؤجلة في 3 سنوات، واضح؟ أما من حيث التثليث فهي مثلثة. أنا كتبت لكم هذا على السبورة، عملت الجدول أو لا؟ عملت الجدول هذا؟ قتل العمد مثلثة مع من؟ ما عملت جدول في السبورة؟ مجرد شرح. ظننتكم كبار، ما تحتاجون. لأني أنظر في عيون بعضكم كأنه يعني يتعجب. ما سمعنا جدول في هذا الدرس الماضي؟ من حيث التثليث وعدم التثليث هذه مثلثة. ما معنى مثلثة؟ 30 30 40، أي تقسم إلى 3 مجموعات. شبه العمد أيضا مثلثة، لكن في الخطأ مهمسة، 20 20 20 20 20، ستأتي معها. هذه حالة ليست مؤجلة، لكن هذه مؤجلة في كم سنة؟ 3 سنوات، وهذه أيضا مؤجلة دية الخطأ. اتضح الشيوخ؟ طيب جميل. وهذه بارك الله فيكم على القاتل، نكتب هكذا على القاتل، وهذه على من؟ على الحاكمه.
ثلاثون حقرة، ثلاثون جدعة، أربعون خليفة. أربعون خليفة اتضح، وهذه مثلها مثلثة، لكن هذه مخمسة. مخمسة كالآتي: عشرون ثم عشرون ثم عشرون ثم عشرون ثم عشرون. هنا عشرون بن مخاض، عشرون ابن لبون، عشرون بن لبون، تمام، عشرون حقة، عشرون جدعة، خمسة. واضح هذا؟ ترون السبورة؟ انظرون، تمام، جيد، فهمتم؟ الآن كيف ايش فيكم؟ قال: في كل حر مسلم إذا قتل بغير حق مئة من الإبل وثلثت بالعمد بالاتفاق منها ثلاثون من الحقاق ومن جداع مثلها والفاضل الأربعون كلها عوام. كيف تعرف أنها عوام؟ بقول عدلين، بشهادة عدلين، بقول عدلين من؟ نقول بقول سمجة، تمام؟ قال: وهكذا التثليث في عمد الخطأ، نفس الكلام يكون مثلثا في عمد الخطأ هنا، تمام. وهكذا التثليث في عمد الخطأ، وبعدين وخمست في حق من جنى خطأ، خمست في حق من جنى خطأ، يعني من قتل خطأ في حقه تكون كم؟ مخمسة، خمس مجموعات. وخمست في حق من جنى خطأ، واضح؟ قال رحمه الله: وخمست في حق من جنى خطأ من الحقاق الخمس، من الحقاق الخمس بالإجماع، سكون الميم، من الحقاق الخمس بالإجماع، أين؟ هنا، من الحقاق الخمس، كم الخمس؟ عشرون، من الحقاق الخمس بالإجماع عشرون، ثم من الحقاق الخمس بالإجماع عشرون. قوله من الحقاق هذا خبر مقدم، قوله عشرون هذا مبتدا مؤخر. من الحقاق، من الحقاق الخمس بالإجماع عشرون، واضح؟ أو ممكن يكون هذا بدل من قوله الخمس، من الحقاق الخمس مبتدا وخبر، عشرون هذا بدل من قوله الخمس، تمام. من الحقاق الخمس بالإجماع عشرون، ثم الخمس من جذاع هنا، جيد. قال بعد ذلك: ومن بنات الناقة المقاضي تمامها قبل ذلك، والخمس من بني اللبون يلزم، والخمس من بناتها محتم. من بني اللبون، بنات اللبون هنا، كم بقي؟ بقي عشرون. قال: ومن بنات الناقة المقاضي تمامها ولو بالاقتراض، حتى يقترض، إذا ما عنده ابن يقترض من ابن غيره، ويجوز قرض الحيوان ولا ما يجوز؟ يجوز قرض الحيوان، يجوز، واضح؟ كم صار المجموع؟ صار المجموع يعني في أي دية هذا؟ وبعدين بيقول لك إن دية الخطأ هذه يمكن تغلظ. كيف تغلظ؟ بدل ما تكون مخمسة تصبح مثلثة. متى؟ في ثلاث حالات. سيقول لك بعد قليل إن دية الخطأ هذه التي هي مخمسة يا آدم، إن أنت يا آدم منذ أيام لا أراك، مريض في زواج، في زواج ما شاء الله. طيب، بارك الله لك وبارك عليك، هذه الدية المخمسة بارك الله فيكم قد تصبح مثلثة في الخطأ في ثلاث حالات، سندرسها بعد قليل. فقال هنا: ومن بنات الناقة المقاضي تمامها ولو بالاقتراض، انتهى. هذه كلها دية ماذا؟ دية من هذه؟ هذه دية، هذه دية من؟ دية المسلم الحر الفتى، دية المسلم الحر الفتى، واضح؟ شوف، وحيث كانت كلها معلومة
أو بعد فلينتقد القيمة. لو كانت هذه الإبل معدومة، كيف معدومة؟ إما عدمت حساً أو عدمت شرعاً. عدمت حساً ما في إبل، مثل بلاد إندونيسيا ما في إبل إلا في حديقة الحيوان بس قليل يعني، تمام؟ ما في إبل، هذا معدوم حساً. لو قالوا سينقلونها مثلاً من أستراليا إلى هنا، ربما نقلها يكلف أكثر من قيمتها، واضح ولا لا؟ هذا معدوم حساً. طب معدوم شرعاً بأن وجدت وتباع لكن بأكثر من ثمن النسب، هذا معدوم شرعاً. طب إذا عدمت الإبل كيف نعمل؟ قال إذا عدمت الإبل ننتقل إلى قيمة الإبل. انظر ماذا قال: وحيث كانت كلها معدومة أو بعدت فلينتقل القيمة. قيمة ماذا؟ قيمة الإبل. قال الفقهاء: إذا عدمت انتقلت إلى قيمة الإبل يوم تسليمها. إيش معنى يوم تسليمها؟ شوف هذه مثلا في شبه العم مؤجلة، صح؟ سيدفع الثلث هذا العام، العاقلة تدفع الثلث هذا العام، والثلث الثاني في العام القادم، والثلث الثالث في العام القادم. إذا في هذا العام ما في إبل، تدفعون قيمة الثلث بقيمة هذا العام، في العام القادم تدفعون قيمة الثلث بقيمة العام الثاني، في العام الثالث تدفعون قيمة الثلث الثالث بقيمة العام الثالث. اتضح؟ إذا القيمة بأي يوم؟ ليس بيوم القتل ولا بقيمة الإبل في أول سنة، بل بقيمة كل جزء بيوم تسليمه. هذه إذا كانت طبعاً مؤجلة، أما إذا كانت حالة خلاص واضح في يوم التسليم، لأن كلها لابد أن تسلم مع بعض، واضح؟ لكن إذا كانت مؤجلة فكل جزء يدفع قيمته بقيمة يوم إيش؟ التسليم. هذا مين؟ بقيمة يوم إيش؟ التسليم. اتضح يا شيوخ؟ طيب شوف ايش قال: وحيث كانت كلها معدومة أو بعدت فلينتقل القيمة. وحيث وفي ثلاث بلغت مع الخطأ في الحرم المكي، في الحرم المكي والذي سطع. وفي ثلاث بلغت مع الخطأ في الحرم المكي والذي سطع بالقتل في شهر حرام ولزم تغليظها في قتل محرم الرحم. يقول رحمه الله: وفي ثلاث غلظت. دية الخطأ هذه كم قلنا؟ مخمسة، صح؟ مخمسة. نقول نعم هي مخمسة، لكنها تغلظ، لكنها تغلظ في ثلاث حالات. كيف تغلظ؟ يعني بعد أن تكون مخمسة تصير ماذا؟ فتصير مثلثة، تصير مثلثة في كم حالة؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا حصل القتل في الحرم المكي، واضح؟ قتل خطأ، لكن أين قتل؟ في الحرم المكي. قتل خطأ في الحرم المكي هو خطأ. الأصل لو كان قتل خطأ خارج الحرم نقول مخمسة، لكن لما وقع القتل خطأ داخل الحرم المكي أصبحت مثلثة. اتضح لنا؟ واحد في الحرم المكي. اثنين: إذا قتل في الأشهر الحرم. وإيش هي الأشهر الحرم؟ أربعة، صح؟ رجب، أو نبدأ من هنا: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب. ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب. هذه لو حصل القتل في الأشهر الحرم قطعاً، الأصل أنها تكون إيش؟ لكنها لما كانت أو لكن القتل لما كان في أشهر الحرم صارت مثلثة. هذا الأمر الثاني. طيب هذا الحكم يختص بإيش؟ بالأشهر الحرم. طيب قد قال رمضان
أفضل ولا مش أفضل؟ رمضان أفضل من شهر رمضان. نعم، وإن كان أفضل لكن هذا التغليف فقط يختص بالأشهر الحرم. فلو حصل قتل خطأ في رمضان لا تغلظ الدية. لو حصل قتل خطأ في رمضان لا تغلظ الدية، إنما تغلظ الدية إذا حصل قتل في الأشهر الحرم. طبعا القتل خطأ، نحن نتكلم في القتل خطأ الآن. في القتل خطأ الدية مخمسة. انتبه، إذا حصلت حالة من حالات الثلاث تصبح مثلثة. إذا حصل القتل في الحرم المكي، وأقول في الحرم المكي لأخرج الحرم المدني، هذا خاص بحرم مكة فقط. مثل لو تذكرون في الصلاة في الأوقات المنهي عنها قلنا إلا حرم مكة، هذه أحكام يختص بها حرم مكة فقط. واضح؟ الأمر الثاني إذا حصل القتل في الأشهر الحرم. الأمر الثالث يا عمر، الأمر الثالث بارك الله فيكم، إذا قتل ذا رحم محرم. إذا حصل قتل خطأ لمن؟ لذي رحم محرم. إذا حصل قتل خطأ لمن؟ لذي رحم محرم. جمع بين وصفين، أنه من ذوي الأرحام وأنه محرم. مثل الأم، قتل أمه خطأ، قتل أخته خطأ مثلا، قتل أباه خطأ مثلا، واضح؟ هذا جمع بين المحرمية والرحمة. طيب، لكن لو أنه قتل ابن عمه، ابنة عمه، واضح؟ هؤلاء يدخلون في الأرحام أو لا؟ لكن هم من المحارم أو لا؟ لا. واضح؟ هل تغلظ دية الخطأ؟ هنا لا تغلظ، لأنه وإن كان من ذوي الأرحام لكنه ليس محرما. طيب لو أنه قتل أمه من الرضاعة، أمه من الرضاعة، قتل أخته من الرضاعة، هل تغلظ دية الخطأ فتصبح مثلثة أم لا؟ واضح؟ الأم من الرضاعة محرم، نعم محرم، لكنها هل من ذوات الأرحام؟ لا، فجمع الوصف لا وصفين، لا تغلظ الدية. إذا متى تغلظ الدية؟ إذا قتل خطأ من جمع وصفين. اتضح؟ يعني لو شخص قتل أخاه أو أخته خطأ، نقول قتلت خطأ، لو كان قتل شخص آخر الدية تكون مخمسة، لكن لما قتلت أختك خطأ الدية هنا مثلثة. ليش؟ لأنك قتلت ذا رحم محرم، جمع الوصفين. لكن لو قتل أخته من الرضاعة خطأ، ها؟ نقول هذه محرم لك لكن ليس من ذوات الأرحام. اتضح؟ لو أنه قتل ابن عمه أو ابنة عمه خطأ، نقول الدية مخمسة ليست مثلثة، لأنه وإن كان من ذوي الأرحام لكنه ليس من المحارم. صح ولا لا؟ إذن في كم حالات تغلظ دية الخطأ فتصبح مثلثة بعد أن كانت مخمسة؟ الجواب في ثلاث حالات. شوف ايش قال. قال: وفي ثلاث غلظت مع الخطأ في الحرم المكي. ونكتب واحد في الحرم المكي. والذي سطأ بالقتل في شهر حرام. والذي سطأ، ما معنى سطأ؟ أي تعدى بالقتل. سطأ بالقتل أي تعدى بالقتل. عفوا، سطأ هنا فعل القتل ليس تعدى، هو أصلا في الكلام في الخطأ. تمام؟ الكلام في القتل خطأ. الذي سطأ يعني فعل القتل، حصل منه القتل. سطأ بمعنى حصل. تمام؟ والذي سطى بالقتل في شهر حرام ايضا تغلظ الدية من ايش؟ من التخميس الى التثليث. تمام؟ قال: والذي سطى بالقتل في شهر حرام ولزم تغليظها، هذه الحالة الثالثة الان، اكتب ثلاثة، ولزم تغليظها في قتل محرم الرحم، في قتل محرم الرحم، ذا رحم محرم. اتضح؟ ثم قال بعد ذلك: ثم اليهودي،
وكان يهود كل من تنصر. وفي المجوس الخمس من نصران، وكان مجوس عابد الأوثان. تبهم معي أمس حدا في السبور؟ أمس حدا؟ انتهى من ديتي الذكر الحر المسلم. ايش باقي عندنا الان؟ نتكلم على دية غير المسلمين. دية غير المسلمين، شوف نعمل جدول. طيب هذا لذكر حر مسلم،
جناية على اليد 50 مليمتر. طيب لو كانت الجناية على يد مسلمة حرة كم سيكون؟ 25. تمام 25. طيب إذا كانت الجناية على يد كتابي، يد كتابي ذكر، كم ستكون؟ تأخذ الخمسين هذه وتأخذ ثلثها، ثلثية المسلم، واضح؟ ثلثية المسلم. طيب إذا بتأخذ، إذا حصلت الجناية على يد كتابية بتأخذ الخمسين هذه بتقسمها على كم؟ على ستة، واضح ولا لا؟ وقس على هذا. يعني هذا الكلام سواء في الجناية على النفس أو في الجناية على الأعضاء، اتضح يا شيخ ولا لا؟ طيب شو ايش بيقول؟ ثم اليهودي ثلث مسلم يرى، الدية اليهودي ثلث دية المسلم، تمام؟ سواء كان اليهودي ذكرا فتكون ثلث دية المسلم الذكر، أو أنثى فتكون ثلث دية المسلمة الأنثى، واضح؟ قال ثم اليهودي ثلث مسلم يرى، وكل يهودي كل من تنصر. لكن طبعا الشافعية هنا يشترطون شرطا، يقولون إن اليهودي الذي ديته ثلث دية المسلم، والنصراني الذي ثلثه ثلث دية المسلم، هو من تحل مناكحته، واضح؟ والذي تحل يحل الزواج منه. اليوم النصارى هؤلاء لا يحل الزواج بهم على مذهب الشافعي، واضح؟ لا يحل الزواج بالنصارى هؤلاء اليوم عند الشافعيه، تمام؟ قررنا ذلك في كتب مبسوطه، يعني اللي درس معنا مواهب الصمد والياقوت النفيس، ذكرنا السبب في هذا، لكن ليس هذا محل ذكره الان. قال ثم اليهودي ثلث مسلم يرى، وكل يهودي كل من تنصر. وفي المجوس، من المجوس؟ عابد النار. وفي المجوس الخمس من نصراني، خمس النصراني، خمس الكتاب. وفي المجوس الخمس من نصراني، تمام؟ قال وكل المجوس عابد الأوثان، جيد. ثم قال ودية الأنثى بكل حال نصف الذي قد مر في الرجال. قاعدة، دية الأنثى من كل جنس على النصف من الذكر في ذلك الجنس، اتضح؟ قال ودية الأنثى بكل حال نصف الذي مر، نصف الذي قد مر في الرجال، انتهى. انتبه معي. قال بعد ذلك والطرف الأشل بالحكومة والقرم في قتل الرقيق القيمة. دية الطرف الأشل، زيد قطع يد عم الشلاء. نحن كنا في قصص ولا ما في قصص؟ زيد يده صحيحة، قطع يد عمر الشلاء، هل تقطع يد زيد الصحيحة باليد الشلاء أو لا؟ لا. وشروط تساوي طرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلاء، لا تقطع صحيحة بشلاء. طيب الآن هذه الشلاء سواء كانت يد أو صبع شلاء، كم المقدار الذي ندفعه في ديتها؟ كم؟ واضح السؤال؟ كم ندفع؟ قال حكومة، فيها حكومة، إيش معنى حكومة؟ حكومة لا نعرف في مصطلح السياسة الحكومة، لكن ما المقصود بالحكومة هنا؟ ها؟ نقول المراد بالحكومة هنا بارك الله فيكم أننا نقدر أن هذا الشخص الذي قطعت يده وهي شلاء، تمام، نقدره عبدا واحد. وبعد أن نقدر عبدا نقدر قيمته، كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا 10 دنانير. طيب
قدرناه عبدا ثم قومناه تمام، وهو قبل قطع يده الشلال، قبل قطع يده الشلال كان قيمته 10 دنانير. ثم نقومه بعد ذلك بعد قطع يد الشلال كم يكون قيمته؟ قالوا 9 دنانير. اذا كم نسبة النقص؟ العشر، النسبة العشر، واضح ولا لا؟ فهذا نقول يجب له عشر الدية، يجب له كم؟ عشر الدية. عرفتم كيف؟ هذا معنى الحكومة، تقدره عبدا وتنظر قيمته مع يده الشلال، ثم تنظر قيمته بعد الجناية عليه وقطع يد الشلال. كم القيمتين؟ القيمة الأولى 10 دنانير، القيمة الثانية كم؟ 9 دنانير. كم الذي نقص؟ دينار واحد. الدينار كم يساوي من 10؟ يساوي عشر. إذن الواجب له عشر دية. واضح؟ شوف لاحظ، لو كانت اليد صحيحة كم الواجب له؟ ها؟ كم؟ نصف الدية، نصف الدية، نصف الدية لو كانت صحيحة، لكنها شلة. فلما كان هذا العضو، شوف صاحب الزبد ايش قال؟ عضو بلا منفعة معلومة، والجرع لم يقدر الحكومة. هذا ليس له منفعة الآن، شلة، ليس فيها منفعة. فالعضو الذي ليس له منفعة التقدير يكون فيه بالحكومة. عرفتم كيف الحكومة؟ تقدر أن هذا الشخص هو حر، طبعا هو حر، لكن تقدره لو كان عبدا ويده شلاء كم قيمته؟ قالوا هذا العبد الذي يده شلاء قيمته 10. طيب هذا الآن قدرته، قدرت قيمته قبل الجناية، قبل أن تقطع اليد، فقدره بعد قطع اليد كم قيمته بعد أن تقطع يده شلاء؟ قالوا قيمته بعد قطع يده شلاء 9. إذا ناقص كم؟ دينار واحد، يعني العشر. إذا الواجب له هذا، لأن هذا الذي نقص. اتضح؟ هذا معنى قوله والطرف الأشل بالحكومة، أي تقدر ديته بالحكومة، سواء كان هذا الطرف إصبع، كان هذا الطرف يد، أيا كان، قدم شلة، أيا كان، تمام؟ ثم انتهى من هذا وشرع في مسألة جديدة، والغرم في قتل الرقيق القيمة. الرقيق إذا قتل الواجب فيه ماذا؟ قيمة بالغة ما بلغ. وهذه مثلا مرت معنا في الأصول في قياس الشباب، هل الرقيق يلحق بالحر أو الرقيق يلحق بالبهيمة؟ واضح ولا لا؟ البهيمة إذا قتل تضمن بماذا؟ بقيمتها. والحر إذا قتل يضمن بماذا؟ بالدية، صح ولا لا؟ الرقيق وسط، فهو في الأحكام يشبه البهيمة من حيث أنه يباع ويشترى ويوهب ويوقف، ومن حيث وجوب بعض العبادات عليه يشبه ماذا؟ يشبه الحر، فهو في الوسط، لكن الأحكام الأغلب أنه يلحق بالبهيمة، فلذلك قالوا إن الرقيق إذا أتلف إذا قتل فالواجب فيه القيمة. فقال هنا والغرم في قتل الرقيق القيمة، أي قيمة الرقيق يوم قتله، قيمة الرقيق متى؟ يوم قتله. طبعا شوف، ثم قال وفي الجنين الحر عبد، وفي الجنين الحر عبد أو أمة، والعبد عشر أمه مقومة. انتبه الآن، أخذ هو الدية في الذكور أولا، بينا دية الذكر المسلم، دية الذكر الكتابي، ودية الذكر المجوسي ونحوه، صح؟ وبعدين أعطاك القاعدة في الإناث، قال إن الأنثى من كل جنس على النصف من الذكر في ذلك الجنس. جميل. وبعدين بين لك حكم العضو الذي ليس فيه منفعة، قال فيه تقدر فيه الدية بالحكومة. جيد. وبعدين بين لك دية العبد. جميل. قال العبد هذا فيه القيمة بالغة ما بلغت، قيمته يوم الجناية عليه، واضح ولا لا؟ طيب ايش باقي الان؟ باقي الجنين. الجنين امرأة حامل، جاء شخص فرمى بطنها بحجر فأسقطت جنينها، هذا الجنين
ما الواجب فيه؟ هذا الجنين على قسمين، إما أن يكون الجنين حراً وإما أن يكون الجنين عبد. طب إذا كان جنين حر ما الواجب فيه؟ قالوا إذا كان الجنين حر الواجب فيه غرة. قاتل هذا الذي ضربها في بطنها فأسقطت جنينها يدفع غرة. وش الغرة هذا؟ الغرة عبد أو أمة. عبد أو أمة، إما عبد إما أمة. عبد أو أمة مميز يعني بلغ 7 سنين فصاعدا. عبد أو أمة مميز سمين عن عيب يرد به مبيع. شوفوا اللي درسوا معنا فتح المعين، تذكرون لما جينا في البيت على البيوت التي يرد بها العبد، منها بوله ومنها زنا العبد ومنها سرقة العبد، صح؟ هذا المسلم هذا لا بد فيه من 3 صفات الغرة. هذه إيش من صفات؟ عبد أو أمة مميز سليم عن عيب يرد به المبيع. كم هذه؟ 3 صفات، واضح؟ فهذا الذي رمى بطن المرأة فأسقط جنينها يجب أن يدفع غرة بهذه الصفات الثلاث. لمن؟ لمن يدفع الغرة؟ لورثة الجنين، لورثة الجنين، لورثة الجنين، واضح؟ لورثة الجنين شيء. ما في الآن غرة، صح؟ خاصة الإبل. إذا عدمت الغرة في الواجب إيش؟ خاصة الإبل. إذا عدمت الغرة في الواجب ما هو؟ خاصة الإبل. الآن ما في غرة، صح؟ ما في عبد ولا أمة، تمام؟ الواجب إيش هو؟ 5 إبل، جميل. ما في 5 إبل، قيمة 5 إبل. شوف تدرج مرة أخرى، الواجب في الجناية على الجنين الحر، نتكلم عن جنين حر، ها؟ إيش الواجب في الجناية على جنين الحر؟ غرة. قلنا ما هو شرط الغرة؟ عبد أو أمس، تمام، مميز سليم عن عيب يرد به مبيع. ما في غرة، 5 إبل، ما في 5 إبل، قيمة 5 إبل، انتهينا. طيب، وإذا جنى على جنين العبد، على جنين العبد، أما حامل، فرمى بطن الأمة الحامل فأسقطت جنينها، ما الواجب؟ شوف ايش قال؟ عشر امي مقومه. ايش معنى عشر امي مقومه؟ كم قيمه الام؟ قال قيمه الام 100 دينار، الواجب 10. كم قيمه الام؟ قال قيمه الام 50 دينار، الواجب 5. وتنظر كم قيمه الام ثم تستخرج العشر، فالواجب على هذا المعتدي القاتل انه يدفع العشر بالسليم. اتضح ولا لا؟ مرة أخرى، قال وفي الجنين، وما المراد بالجنين هنا؟ المراد بالجنين الذي فيه صورة آدم، فيه صورة آدم، نعم، تمام، فيه خلق آدم. قال وفي الجنين الحر عبد أو أمة، والعبد، تقدير الكلام، ودية الجنين العبدي، هذا تقدير الكلام، والعبد عشر أمه مقومة، تقدير الكلام، وفي الجناية على العبد، على الجنين العبد، عشر أمه مقومة، تقوم الأم، كم قيمة الأم؟ قالوا 100، كم العشر؟ 10، هذا هو، اتضح؟ جميل، انتهينا من هذا، ثم قال والسن والإيضاع 5 إبل. الجناية على السن بكسرها إذا كان السن ليس لبنياً، خلق سن الأطفال، تمام؟ الجناية على السن فيه 5 إبل. والإيضاع، ما الإيضاع؟ الموضحة، درس الموضحة، الجرح الذي يوضح العظمة إذا كان في الرأس أو في الوجه، تمام؟ لأن الإيضاع
والهشم والتنقيل هذه الثلاثة خاصة بالوجه والرأس. فإذا كان الإيضاع الذي يوضح العظم جناية فيها إيضاع أو فيها هشم، ما معنى هشم؟ تكسير العظام. أو فيها تنقيل، ما معنى تنقيل؟ نقل العظم من مكانه إلى مكان آخر، نقل العظم من مفصله، إخراج العظم من مفصله. فإذا كان عندك إيضاع جناية فيها إيضاع أو فيها هشم أو فيها تنقيل أو جناية على سن بكسره واضح مثلا، فالواجب ما هو؟ خمس من الإبل. كم حالة؟ أربع حالة. الجناية على السن، الإيضاع، الهاشمة، والمنقلة. تمام؟ الواجب في هذه الأربع خمس من الإبل، كل واحدة خمس من الإبل. اتضح؟ طيب. والسن والإيضاع خمس من إبل، والهشم والتنقيل مثله جعل. ثم قال: وإن يجف فالثلث كالمأمومة. وإن يجف، ما معنى الإجاف؟ شرحته لكم. الجوف الذي يصل إلى الجوف، ها؟ الذي يصل الجوف إلى ما يحيل الطعام الغذاء والدواء. الجائفة هذه كم ديتها؟ طعامه في بطنه، فوصلت السكين إلى الجوف. كم الدية في الجائفة؟ قال: الدية في الجائفة ثلث الدية. كيف يعني ثلث الدية؟ إذا كان مسلم ذكر ديته 100، يعني ثلث المئة. إذا كان يهودي ديته 33 وثلث، يعني الثلث ذلك. كم سيكون؟ 10 وثلث الثلث، صح ولا لا؟ ونصف ذلك في المرأة. اتضح؟ قال: وإن يجف، ما معنى يجف؟ قلت: الجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف الذي يحيل الغذاء والدواء. كم مقدار الدية في الجائفة؟ الثلث. كالمأمومة التي تصل إلى أم الرأس، إلى أم الرأس، فيها ثلث، فيها ثلث الدية، تصل إلى الدماغ، إلى أم الرأس، واضح؟ فتح الدماغ حتى وصل إلى الداخل. تمام؟ كم الدية هنا؟ قد يكون خطأ، واضح؟ قد يكون خطأ. تمام؟ كم الدية؟ ثلث، ثلث الدية. تمام؟ وإن يجف فالثلث كالمأمومة. ثم قال: وسائر الجروح بالحكومة، أي كل جرح، هذه قاعدة، كل جرح لم يقدر له الشرع دية، كل جرح لم يقدر له الشرع دية فيه الحكومة. وش الحكومة؟ تقدر أن هذا الشخص عبد، وتقدره قبل الجرح كم قيمته، وبعد الجرح كم قيمته، وتعرف النسبة. اتضح؟ قال: وإن يجف الثلث كالمأمومة وسائر الجروح بالحكومة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.